بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. بداية، أهلا وسهلا بكم في مساق قانون الأحوال الشخصية، واحد زواج طلاق. حنتكلم في هذه المحاضرة عن الولاية والوكالة والكفاءة في الزواج. الكلام في الولاية يقتضي منا أن نتكلم عن معناها وأنواعها، وموقف القانون من زواج المرأة نفسها بغير إذن الولي، وشروط الولي ومن له الولاية، وترتيب الأولياء، وعضل الولي. هنتكلم إيش المقصود بعضل الولي، وهنتكلم برضو عن أثر تحويل الولاية من القريب إلى البعيد. هنتكلم عن الأمور هذه بالتفصيل إن شاء الله. بداية، معنى الولاية هي بمعنى المحبة والنصرة. طبعا، أما أو تأتي بمعنى آخر، تأتي إما بمعنى السلطة والقدرة، يقال الولي أي صاحب السلطة. وفي قوله تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، أي أنصار بعض. وتأتي في الاصطلاح بمعنى القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد، ويسمى متولي الرقاب العقد الولي. ومنه قوله تعالى: فليملل الوليه بالعدل. وعرفها البعض بأنها تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى. سبب مشروعية الولاية هي تزويج القُصّر والمجانين. طبعا احنا زي ما درسنا في المحاضرات السابقة، قلنا تكلمنا قلنا يجوز انه الزواج المجنون اذا كانت هناك ثمة ضرورة. طبعا الغرض او مشروعية الولاية هي رعاية مصالح هؤلاء القُصّر او المجانين، وحفظ حقوقهم بسبب عجزهم عن إدارتها. أقسام الولاية، الولاية قسم الحنفية الولاية إلى 3 أقسام، هي الولاية على النفس، وولاية على المال، وولاية على النفس والمال معا. المقصود في الولاية على النفس هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم والتطبيب بمعنى علاجه والتشغيل، وهي تثبت للأب والجد وسائر الأولياء. هذا النوع الأول من أنواع الولاية على النفس. وفي عندنا الولاية على المال، وهي تدبير شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرف وحفظ وإنفاق، وتثبت للأب والجد ووصيهما أو وصي القاضي. في الولاية الثالثة هي الولاية على النفس والمال، تشمل الشؤون الشخصية والمالية، ولا تكون إلا للأب والجد فقط. يبقى الولاية التي تكون للأب أو الجد فقط هي الولاية على النفس والمال. أما الولاية على النفس فهي تكون إيش؟ ممكن للأب والجد، ممكن لسائر الأولياء. أما فيما يتعلق في الولاية على المال، وهي تدبير شؤون القاصر المالية، ممكن تكون للأب أو الجد أو وصيهما. بالتالي ممكن الأب يوصي إنسان يراعي الطفل أو يقوم بشؤونه المالية. والولاية تختلف عن الوصاية. الوصاية لا تكون تكون ممكن تكون للنساء الوصاية، بعكس الولاية. الولاية لا تكون للنساء، إنما تكون الولاية للرجال، وتنحصر في الولاية على النفس والمال في الأب والجد. أما الوصاية فالوصاية تكون في الأمور المالية وليست في الأمور الشخصية، وممكن تكون لوصي الأب والجد، وبالتالي تختلف عن الوكالة عن الولاية من هذه الناحية. زي ما تكلمنا قلنا الولاية تثبت للأب والجد، هي الولاية على النفس والمال. أما الوصاية فهي تنظم تتعلق في الأمور المالية ولا تتعلق في الأمور الشخصية. عندنا نوع الولاية على النفس. تنقسم ولاية النفس إلى نوعين: في ولاية إجبار وولاية اختيار. طبعا ولاية الإجبار هي تنفيذ القول على الغير،
وتثبت ولاية الإجبار بهذا المعنى عند الحنفية على الصغير ولو كانت ثيبا، على الصغيرة ولو كانت ثيبا يعني سبق لها الزواج، ثيب بمعنى سبق لها الزواج، وعلى المعتوه والمجنونة، ويقال لصاحبهما ولي مجبر. أما فيما يتعلق بولاية الاختيار فهي حق الولي في تزويج المولى عليه بناء على اختياره ورضاه، ويقال لصاحبهما ولي مخير، وهي مستحبة عند الأحناف. طبعا مستحبة ليش هنا؟ مستحبة حسب ما مكتوب هنا عند زفر والحنفية في تزويج المرأة الحرة البالغة سواء كانت بكرا أم ثيبا، رعاية لمحاسن العادات والآداب التي يراعيها الإسلام. إذا للمرأة عندهم أن تتولى تزويج نفسها باختيارها وإرادتها، ولكن يستحب لها أن تتولى أمر العقد لوليها. بالتالي نفهم الكلام هذا أنه حتى الأحناف الذين قالوا يجوز للمرأة أن تتولى عقد زواجها بنفسها، قال يستحب أن يكون لها ولي مراعاة للعادات، العادات في البيئة التي يعيشون فيها، عشان هيك بقوة لمحاسن العادات والآداب التي يراعيها الإسلام. بالتالي حتى لم يذكر أنه ضرورة وجود الولي في الزواج، لكن استحبوا الولاية رعاية لمحاسن الأخلاق. هذا فيما يتعلق بالنسبة للكبيرة البالغة العاقلة، أي فوق السن 17 من عمرها. أما فيما يتعلق بالصغير في الصغيرة فتكون الولاية عليها إجبار، سواء كانت سواء كانت ثيبا أم بكرا. طبعا في تعميم بخصوص الولاية، التعميم المقصود فيه التعميم هو ما يتم إصداره عن طريق مجلس القضاء الشرعي، اللي هو الرئيس الآن هو الدكتور حسن الجوجو. الولاية في عقد الزواج البالغة الرشيدة هي ولاية استحباب، فإذا تعذرت ولاية القريب لموت أو بعد في ديار أخرى فتأتي ولاية من يليه، وإن لم يوجد ولي فالقاضي هو الولي في النكاح حتى لا يفوت الكفؤ ويلحق الضرر بالمخطوبة. طبعا هنا بده يقول المقصود بالكلام هذا الولاية في عقد الزواج البالغ الرشيدة هي ولاية استحباب، فإذا تعذرت ولاية القريب لموت أو بعد في ديار أخرى فتأتي ولاية من يليه، وإن لم يوجد فالقاضي ولي من لا ولي له حتى لا تفوت المصلحة من زواج المخطوبة. يعني في جميع الأحوال القاضي يكون ولي من لا ولي لها. وبالتالي هذا نفهم منه أنه بالنسبة للبالغة الولاية مستحبة في حقها، وضرورة وجود الولي مراعاة لإيش؟ الأعراف والبيئات المجتمع وتقاليده. فإذا لما يقول هي ولاية استحباب، فإذا تعذرت ولاية قريب لموت أو بعد في ديار أخرى فتأتي ولاية من يليه. بالتالي هنا نص على ضرورة الولاية حتى وإن قال إنها مستحبة، مراعاة لأعراف المجتمع الذي نعيش فيه، هو المجتمع الفلسطيني، فمن طبيعته طبيعة إنه محافظ، بالتالي يشترط وجود الولي. وإن لم يكن القانون قد تطلب بوجود ولي في عقد الزواج، إلا أن ما يجري عليه العمل أمام المحاكم هو ضرورة وجود الولي. اشتراط الولاية في زواج المرأة، طبعا هنا بتكلم عن انعقاد الزواج بعبارة النساء، بمعنى يعني أنه بده يقول هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد زواجها بنفسها؟ الأحناف قالوا يجوز للمرأة أن تتولى عقد زواجها بنفسها، واشترطوا لصحة زواجها أن يكون الزوج كفءا وألا يقل المهر عن مهر المثل، أن يكون الزوج كفءا وألا يقل المهر عن مهر إيش؟ المثل. فإذا تزوجت بغير كفؤ فلوليها حق الاعتراض على الزواج، ويفسخه القاضي إلا أنه إذا سكت حتى ولدت أو حملت سقط حق الولي في الاعتراض على الزواج. ويفسخ القاضي إلا أنه إذا سكت حتى ولدت أو حملت حملا ظاهرا سقط حق الولي في الاعتراض، رعاية لمصلحة
أو حفاظا على تربية الولد. طبعا استدلوا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، والأيم التي لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا. طبعا وقالوا برضو: المرأة أهلا لها أهلية كاملة في ممارسة جميع التصرفات المالية من بيع وإيجار ورهن، فتكون أهلا لمباشرة زواجها بنفسها. أم فيما يتعلق برأي الجمهور، رأي الجمهور قال إنه أن النكاح لا يصح إلا بولي. الجمهور قال أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة لم يصح نكاحها. وهذا الرأي مروي عن كثير من الصحابة، منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، وابن مسعود، وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهما جميعا، وعن صحابة رسول الله. طبعا احنا القانون أخذ برأي الأحناف، اللي هو ايش؟ انه لا يشترط الولي في زواج الحرة البالغة العاقلة، بمعنى حسب ما ورد في نص المادة 9: إذا راجعت الكبيرة التي أتمت 17 سنة القاضي بقصد التزويج بشخص يخبر القاضي وليها بذلك، فإن لم يعترض الولي أو كان اعتراضه غير وارد يؤذن لها بالزواج. مين اللي يؤذن لها؟ القاضي طبعا. بتضح من جميع المواد هذه أن الولي شرط لصحة الزواج الصغير والصغيرة، حتى عند الأحناف. طبعا عند الأحناف الولي شرط في صحة الزواج الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلفين، وليس الولي شرط في زواج العاقلة البالغة فلها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، ولكن يحق للولي الاعتراض على الزواج العاقلة البالغة إذا راجعت القاضي بهدف الزواج، وأذن القاضي بزواجها إذا لم يعترض وليها أو كان اعتراضه غير وارد، يعني كان اعتراضه ليس له سبب. طبعا ما يجري عليه العمل أمام المحاكم لا بد من وجود ولي، ما يجري عليه العمل أمام المحاكم في قطاع غزة لا بد من وجود ولي. إيش معنى لا بد من وجود ولي؟ يعني سواء كانت صغيرة كبيرة ثيب بكرا لا بد من وجود ولي. طبعا الولي هو في شروط له حسب ما نصت عليها المادة 33 من القانون. هي: واحد، أن يكون الولي حرا عاقلا بالغا مسلما في حق مسلم ومسلمة ولو كان فاسقا. والمادة 12 من قانون الأحوال الشخصية بتقول: يشترط في أهلية الولي النكاح أن يكون مكلفا، فلا ولاية للمجنون والمعتوه على أحد أصلا. يبقى أول شرط من شروط الولاية، من شروط الولي، هو كمال الأهلية بالبلوغ والعقل. يعني إنسان مش بالغ كيف هيكون ولي أو يتولى عقد الزواج؟ بالتالي يشترط أولا أن يكون إيش؟ كامل الأهلية من البلوغ وعقل، بالتالي لا تصح ولاية السكران والشخص المجنون والصبي، لا تصح ولايتهما. في عندنا العنصر الثاني هو اتحاد دين الولي والمولى عليه والمولى عليها، بمعنى الإسلام، فلا ولاية لغير المسلم على المسلمة. بمعنى آخر يعني إذا كانت المخطوبة مسلمة فلا ولاية لغير المسلم عليها، ولا يزوجها عند الحنابل والحنفية كافر مسلمة، ولا يزوج كافر مسلمة ولا عكسه. والسبب في اشتراط اتحاد الدين هو اتحاد وجهة النظر في تحقيق المصلحة. اتحاد وجهة النظر في تحقيق المصلحة. طبعا إن اشترطنا إنه يتولى عقد الزواج يكون الولي مسلم في حق مسلم ومسلمة، في طبعا وقلنا لا يجوز أن يتولى أن يكون الولي مش مسلم في حق مسلم ومسلمة، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلا، ولحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طبعا اقتصر القانون الأحوال الشخصية في المادة 33 على شرط كمال الأهلية، فقال يجب أن يكون الولي حر بالغ عاقل مسلم في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقا. طبعا الشرط ولو كان فاسقا، يفهم أن العدالة والشرط في الولي، يعني لو كان الولي فاسقا يجوز أن يتولى عقد الزواج، أن يكون ولي. الذكورة طبعا الذكورة زي ما نصت عليها المادة تثبت للعصبة بالنفس. العصبة بالنفس هم مين؟ الأبناء الذكور فقط لا غير. طبعا احنا في عنا أنواع للعصبات زي هناخدها طبعا في مادة الأحوال الشخصية 2، هي الميراث. في عصبة بالنفس هي للذكور فقط، عصبة بالغير ذكور مع إناث، عصبة مع الغير بتكون بين الإناث مع بعضهم البعض. أما فيما يتعلق في الذكورة فهي تثبت على الترتيب الذي اللي هو موجود في الأحوال الشخصية. الذكورة شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا تثبت ولاية الزواج للأنثى. طبعا الأحناف بيقولوا تثبت ولاية الزواج للأنثى، ولكن مع عليه العمل أمام المحاكم يشترط إنه يكون الولي ذكر، تمام؟ لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى. ولم يشترط القانون العدالة في ثبوت الولاية، وهذا موافق لرأي الحنفية والمالكية. فالولي عادلا كان أم فاسقا يزوج ابنته، لأن فسقه لا يمنع وجود الشفقة لديه ورعاية المصلحة لقريبه. طبعا فيما يتعلق من له الولاية وترتيب الأولياء، الولاية في النكاح هي العصبة بنفسه على الترتيب. إيش يعني على الترتيب؟ الولي في النكاح العصبة بنفسه، يعني الابن وابنه والنزل، الابن وابن الابن، يعني الأب والجد، يعني الأب والجد وين على، يعني الجد وجد الجد. لو الجد مش موجود والجد الجد موجود، بكون الولي جد الجد، أو الأخ، تمام؟ أو الأخ، والأخ لأب، والأخ الشقيق طبعا، بعدين الأخ لأب وأبنائهما وإن نزلوا، بعد هيك فيجي العم الشقيق والعم لأب وأبنائهما وإن نزلوا. يبقى الترتيب في الأولياء على العصبة، نبتدي أول شيء بنقول الابن مش موجود، الأب مش موجود، الإخوة مش موجودين، الأعمام. تحول الولاية، طبعا القاضي ولي من لا ولي له. تحول الولاية في عقد الزواج، تتحول الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في مواطن منها، إذا فقد الولي الأقرب، وكذلك إذا أسر أو حبس. يعني مثلا الولد، امرأة بدها تتزوج وابنها موجود، الابنها الموجود هذا محبوس، طيب في انتظار خروج من السجن تفويض مصلحة الام انها تتزوج، تمام؟ نفترض انها امه ابوه ميت وامه صغيرة بدها تتزوج، او جاءها خطاب، طبعا الولي هيكون عليها مين؟ هيكون ابنها. طب ابنها مسجون، طب في حتى ننتظر خروج من السجن، ممكن تروح المنفعة الخاطب وممكن يشرد الخاطب، بالتالي ما يتمش الزواج، بالتالي بنقول تنتقل الولاية إلى الأبعد منه. طبعا هيش حماية لمصلحة الزواج، ومنها غيبة الولي، فإذا غاب الولي غيبة منقطعة تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد عند الحنفية. طبعا نصت المادة 40 من القانون لا ولا ولا للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوافر فيه شروط الأهلية. إذا الولي الأقرب موجود الأبعد بتولاش، طب الولي الأقرب مش موجود الأبعد درجة بيجي مكانه. فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استصلاح رأيه، جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة، ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب. وكذا إذا الأقرب غير أهل للولاية، جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة. معنى الكلام هذا إيش؟ يعني بقول لك حتى لا تفوت مصلحة المخطوبة، أو حتى لا ينتظر الخاطب الكفؤ مدة طويلة، وتفوت ممكن إن
يعدل عن الزواج؟ لا، بنقول انه الولي الاقرب الابعد يتولى الزواج طالما انه الولي الاقرب مش موجود. مسألة تانية اللي هي ايش، فيما يتعلق برضاء بعض الاولياء المتساوون في الدرجة دون البعض الاخر. يعني معنى المثال هذا ايش؟ يعني لو في اخوة، انه في بنت ابوها موجود، ابوها مش موجود مثلا، توفى، وجدها متوفي، مين الولي حيكون عليها في هذه الحالة؟ اخوتها. الاخوة رفضوا الزواج، بعض الاخوة رفض، نفترض ان اخوتها مثلا 8، اربعة خمسة وافقوا او اربعة وافقوا والاربعة التانيين رفضوا، رضاء احد الاولياء المتساوون في الدرجة يسقط حق اعتراض الاخرين، وكذلك رضا الولي البعيد عن غياب الولي الاقرب يسقط حق اعتراضه. طبعا وهذا ما نص عليه التعميم رقم 7 على 2019. طبعا نفس المعنى المادة السابقة، يعني استولى إذا تساوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه، جاز سواء أجازه الآخر أم لم يجزه. بالتالي رضاء البعض يسقط الحق عن الآخرين. في عندنا حاجة بنسميها العضل. إيش العضل هو؟ هو منع الولي موليته من زواج الكفؤ. يعني بمعنى آخر، شاب تقدم إلى امرأة وهو كفؤ لها، رغم هيك رفض وليها، قال له بديش أزوجك. طب قد يكون أنه رفض أن يزوج المرأة، ممكن يكون طمعا في مالها، الولي ممكن يكون طمعا في مال البنت، أو بدوش مثلا الورث تاعه ينتقل إلى أشخاص أغراب عن العائلة. هذه قد تكون معتقدات بعض الـ الرجال حتى في مجتمعنا العاصر. بالتالي ممكن يخلوا البنت تعنس عشان انه قال ايش، ما يورثهاش شخص غريب. طبعا العضل هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها اذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه، وهو ممنوع شرعا ويحتاج لبيان حكمه عند الفقهاء. في عندنا منع شرعي، فقد نهى الله تعالى جميع الأولياء عن العضل، بمعنى قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. طبعا الآية هذه نزلت في معقل، قالوا إنه في معقل بن يسار زوج أختا له من رجل، فطلقها هذا الرجل حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها كما المرة، فقال له معقل: لقد إيش أكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. ورفض إنه يرجع أخته كما المرة لطليقها، فنزلت الآية هذه وقال: ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. فقال: الآن يا رسول الله، يعني هذا بدل إنه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يكون لهم الخيرة من أمرهم. بالتالي مجرد ما تنزل الآية يقول سمعنا وطعنا، ما يناقشوش. بالتالي مجرد نزول الآية قالوا: الآن يا رسول الله، على طول فورا رجع أخته إلى زوجها، وبالتالي بكون في عقد جديد بينهم، وبالتالي بيزوجها كمان مرة، لأنه إذا انقضت عدتها لازم لفظ جديد وعقد جديد. فيما يتعلق بالتعميم رقم 7 2019، عضل الولي وامتنع عن تزويج المخطوبة فليس للأبعد ولاية تزويجها، بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن القاضي، كما هو معمول به بمثل هذه الحالة حسب التعميمات. ليش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا يعني إذا امتنع الولي عن تزويج المخطوبة، القاضي يتولى في هذه الحالة عقد الزواج، وبالتالي يأذن لها بعد ما ترفع دعوة عضو الولي، يأذن لها القاضي في الزواج. طبعا لا يعتبر الولي عاضلا أو ممتنعا عن زواج من هي في ولايته في حالات، هي إذا المرأة زوجت نفسها من شخص غير كفؤ واعترض وليها، لا يعتبر وليها في هذه الحالة عاضلا. وكذلك إذا أرادت أن تزوج نفسها بأقل من مهر المثل، بالتالي من حق وليها أن يعترض في هذه الحالة. دعوى عضل الولي
بمعنى زواجها المخطوبة التي أتمت من عمرها 17 سنة من الهجرية. القاضي لأن وليها يمنحها من الزواج، يقوم القاضي باستدعاء وليه والاستفسار منه عن أسباب امتناعه، فإذا أصر الولي على امتناعه فبإمكان المخطوبة رفع دعوى عضو الولي. تمام، فقلنا الولي لا يعتبر عاضلا في حالات منها إذا كان عضو أو امتناعه في محل هو، كان تزوج المرأة نفسها من شخص غير كفؤ، أو تزوج نفسها زي ما ذكرنا إذا أقل من مهر المثل. الوكالة في الزواج، طبعا الوكالة في الزواج تجوز الوكالة في الزواج، وهي أن يقوم شخص بمباشرة عقد الزواج بالنيابة عن وكيله من إحدى الخاطبين. يعني الوكالة قد تكون شفوية وقد تكون كتابية. الوكالة قد تكون شفوية وقد تكون كتابية. احنا ما جرت عليه العادة في عند المأذون ايش اللي بيحصل؟ البنت بتوكل ابوها في الزواج، اللي بتوكل شفه وايش بقول؟ ازوجك ابنتي، زوجتك موكلتي فلانة الفلانية. طبعا وهو والطرف الاخر يقول قبلت زواج موكلتك. طبعا العقد في هذه الحالة بيكون ايش؟ بيكون شفوي. طبعا هذه الوكالة في حال الحضور، اما لو كانت مش موجودة في البلد او غابة بالتالي تلزم وكالة ويتم توثيقها من الجهات الرسمية. وهذا يتبين انه يصح التوكيل بعقد الزواج من الرجل والمرأة اذا كان كل منهما كامل الاهلية. هذا عند الاحناف. هذا طبعا عند الجمهور لا يصح للمرأة توكيل غير وليها في الزواج. لا يصح للمرأة توكيل غير وليها في الزواج لأنها لا تملك إبرام العقد. يعني بده يقول لك المرأة هنا ممكن توكل وليها لكن توكل شخص آخر لا. طبعا هذا الخلاف ينبثق من الخلاف هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد زواجها بنفسها أم لا، اتكلمنا عليه بالتفصيل. أما فيما يتعلق نص 158 يصح التوكيل شفاهة وبالكتابة، ولا يشترط الإشهاد عليه لصحته بل الإشهاد لخشية الجحود. طبعا المادة 59 لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه. معنى الكلام هذا أن الوكيل في الزواج كالوكيل في سائر العقود لا يجوز له عند الأحناف أن يوكل غيره، لأن الموكل رضي بشخص، لا يجوز للشخص هذا أن يوكل شخص آخر، بالتالي يجب أن يلتزم في حدود الوكالة. طبعا تتحدد صلاحية الوكيل حسب نوع الوكالة، في وكالة مطلقة أي من مش محددة، وفي وكالة مقيدة. مثلا زوجني من فاطمة بده يزوج من فاطمة، زوجني من سعاد بده يزوج من سعاد. مثلا قال له زوجني فاطمة راح أزوج زينب، في هذه الحالة يكون عقد الزواج موقوف على إجازة مين؟ الوكيل، على إجازة الموكل. عفوا، في هذه الحالة يكون العقد موقوف على إجازة الموكل. طبعا الوكيل لا يطالب بتسليم الزوجة أو ولا بمهرها إلا إذا ضمنه. معنى الكلام هذا أن الوكيل سفير فلا يطلب منه نفقة ولا بأي حق من الحقوق الزوجية بصفته وكيلا، ويشترط للزوم عقد الوكيل ونفاذه على من وكله موافقته لما أمر به، فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجاز. يبقى نفهم من الكلام هذا إيش؟ إن الوكيل بمجرد سفير لا يطلب منه، بمجرد إنه أبرم عقد الزواج قال زوجتك موكلتي، في هذه الحالة خلاص انتهت مهمته، بالتالي بيضمنش انه يجيب الزوجة او يجيب المرأة هذه الى بيت الزوج، بالتالي لا يطلب منه بنفقة ولا بأي حقوق من حقوق الزوجية بصفة وكيل. طبعا زي ما قلنا في وكالة مقيدة وفي وكالة مطلقة. مقيد بأن يقيد الموكل الوكيل في التزويج بأوصاف معينة يجب أن يلتزم في هذه الأوصاف. مثال على هذا إن قيده بامرأة معينة بالاسم أو من الأسرة الفلانية فإن زواجه بهذه
نفذ العقد عليه، وإن خالف زواج غيرها كان مخالفا وتوقف نفاذه على إجازة الموكل. طبعا زي ما قلت تكلمنا احنا، قال له زوجني فاطمة، بدي زوج فاطمة، زوجني، قال له زوجني فاطمة راح زوجه سعاد. في هذه الحالة يكون العقد متوقف على إجازة مين؟ الولي الموكل. الوكالة المطلقة كان يوكله في تزويجه من أي فتاة من غير تقدير بمهر أو وصف معين، وهذا التوكيل جائز عند جمهور الفقهاء والأحناف اختلف فيما بينهم. فرأى أبو حنيفة أنه يكون للوكيل أن يزوجه بأي امرأة، بالتالي لأنه ما اشترطش عليه مين يزوجه، بالتالي يجوز تزويجه من أي امرأة يراها إنها في صالحه. وطبعا وفي رأي آخر وهو رأي الصاحبان هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن، أنه يتقيد الوكيل بالمتعارف عليه استحسانا، يعني الوكيل إذا كانت الوكالة مطلقة يتقيد حسب العرف، وهو الراجح وينبغي أن تكون عليه الفتوى عند الحنفية، وهو المعمول به في المحاكم المصرية. بالتالي أخضع في إذا كانت الوكالة مطلقة يتقيد الوكيل بالمتعارف استحسانا، لأن الإطلاق مقيد عرفا وعادة بالكفؤ وبالمهر المألوف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يبقى هيك نخلص من نكون انتهينا من الوكالة اللي هي أنواع، قلنا في مقيدة وفي مطلقة. الكفاءة في الزواج، معنى الكفاءة هي المماثلة والمساواة، وقال فلان كفل وفلان أي مساوي له، والمسلمون تتكافأ دماءهم، ومنه قول تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي لا مثيل له. وفي الاصطلاح المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة يعد الإخلال بها مفسدا للحياة الزوجية. طبعا آراء الفقهاء في هذه المسألة هل هي تشترط الكفاءة أم لا، في رأيين. الأحناف قالوا الكفاءة ليست شرطا أصلا في الزواج، والجمهور رأى قال إنها ليست شرط في، أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج لا شرط صحة، عملا بالأدلة ومنها لا ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا. أي طبعا الكلام هذا بنش كتير في آراء الفقهاء، نعرف إنه بس رأيين، رأي قال إنه لا يشترط، ورأي قال إنه كفاءة شرط اللزوم. نوع شرط الكفاءة، بشرط الكفاءة هو شرط لزوم. يعني ايش شرط لزوم؟ الشرط اللزوم زي ما تتذكروا في المحاضرة لما تكلمنا عن شروط الزواج، قلنا في شروط لزوم هي اخر انواع الشروط، وهي التي يتوقف عليها لزوم العقد، فلا يكون لاحد فسخ العقد بعد ابرامه اذا انتفى شرط كان العقد غير لازم، بمعنى أنه يجوز فسخه ممن له الحق في ذلك، يجوز فسخه ممن له الحق في ذلك. طبعا يتضح من المواد السابقة بأن شرط الكفاءة هو شرط لزوم، وهذه المادة مأخوذة مما اتفق عليه الفقهاء. طبعا إذا تزوجت، يترتب على ذلك أنه إذا تزوجت المرأة من شخص غير كفؤ كان العقد صحيحا، وكان لأولياء حق الاعتراض عليه وطلب فسخه، عشان هيك بيقول إذا انتفى شرط فيها كان لإحدى كان العقد غير لازم، ويجوز فسخه ممن له الحق في ذلك، طبعا دفعا للعار عن أنفسهم إلا أن يسقطوا حقهم، ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح ذلك. طبعا في أمور يبقى نعرف أن نوع شرط الكفاءة هو شرط لزوم، أما فيما يتعلق في الأمور التي تعد فيها الكفاءة فالكفاءة تشترط في المال والحرفة. المقصود في المال هي أن يكون الزوج قادر على إعطاء المهر المعجل وتدارك نفقة الزوجة، وفي الكفاءة في الحرفة هي أن تكون التجارة أو العمل الذي يمارسه الزوج متقاربا في الشرف مع تجارة أولياء الزوجة وأعمالهم المعاشية. طبعا ما نركزش كتير احنا على آراء الفقهاء، إنه بقول احنا قانونا قال الكفاءة تكون في المال والحرفة، تكلمنا ايش المقصود في المال والحرفة. طبعا عند المالكية مش ضروري الكلام، ولكن
بنعرفه لأن القانون ممكن يتغير من وقت لآخر. الملكية قالوا الكفاءة بتكون في الدين والحال أو السلامة من العيوب، وعند الجمهور قالوا في الدين والنسب والحرية والحرفة. طبعا أقترح أنا فين اقتراح من جهتي، اللي هو إيش؟ اللي هو أن تكون تخضع الكفاءة لعرف البلد، الكفاءة تخضع لعرف البلد. صاحب الحق في الكفاءة تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة. الشخص الذي يشترط به الكفاءة اللي هو مين؟ الزوج لا المرأة. فيجوز أن تكون المرأة أدنى منه في الشروط كما جاءت المادة 62. الكفاءة حق الولي وحق المرأة، واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده. بمعنى أن الكفاءة تثبت للمرأة فقط، تعتبر كفاءة من جانب الزوج وتكون من حق المرأة ومن حق الولي. طيب ليش من جانب الزوج؟ لأن الزوج لو الزوج يشترط به الكفاءة أن يكون كفءا للمرأة، لأن المرأة تملكش الطلاق، أما الزوج هو الذي يملك الطلاق. وبالتالي في هذه الحالة ممكن تعتبر كفاءة من جانب الزوج. طبعا الفقهاء بيقولوا أن الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها، فإذا تزوجت بغير كفؤ كان لأوليائها حق طلب الفسخ، وإذا زوجها الولي بغير كفؤ كان لها أيضا حق الفسخ، لأنه خيار ناقص في المعقود عليه، فأشبه خيار البيع. طبعا اللي بهمنا نحن نعرف إنه في الكلام هذا بهمنا نعرف صاحب الحق في الكفاءة تعتبر كفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة. لأن المرأة طبعا ممكن، لأن المرأة تعير بالرجل، لأن المرأة تعير في الرجل بعكس الرجل، بعكس الرجل ما بتمش في الأمر هذا. وبالتالي الكفاءة تتطلب تكون إيش؟ بالنسبة للرجل وتثبت للمرأة وليها، لأن المرأة تعير بالرجل وهو لا يتعير بها، حيث أن له التخلص منها بالطلاق بخلاف المرأة لأنها لا تملك ذلك. هيك بنكون تكلمنا عن مين؟ عن صاحب الحق في الكفاءة. يبقى صاحب الحق في الكفاءة هي الولي والمرأة، وتعتبر الكفاءة من جانب الزوج. طبعا متى تعتبر الكفاءة؟ تعتبر تراعى الكفاءة أثناء العقد، فإذا زالت بعده فلا تضر في النكاح. فالكفاءة شرط ابتداء، مش شرط إيش، هي شرط الابتداء وليست شرط للانتهاء. الكفاءة شرط الابتداء وليست شرط للانتهاء. بمعنى أنا ممكن أتزوج واحدة وأكون كفء إلها وقت العقد، بعد فترة من الزمن ممكن أنكسر، ممكن أفلس، أصبحت غير كفء لها. في هذه الحالة لا يجوز لها طلب فسخ العقد لعدم الكفاءة، لأنه أثناء العقد كنت أنا كفء لها. طيب وإذا لو اشترط استمرار الكفاءة في المستقبل أدى ذلك إلى عدم استقرار الحياة الزوجية في كثير من الأسر، لأن أمور الناس لا تستمر على حال، بالتالي يمكن يكون غني يوم، يمكن يكون فقير وكذلك. فيما يتعلق بعدم العلم بالكفاءة، بينت المادة 28 حالات عدم العلم. يعني إذا زوج الولي الكبيرة برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته، ثم تبين أنه غير كفؤ، فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض، وذلك لتقصيرهم. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني إجا واحد يا بنت إجا واحد يتقدم لبنتك، قلت له موافق، ولا سألت عليه ولا عملت حاجة، وحددت ميعاد المهر وفصلت الشبكة وكل حاجة، وحددت ميعاد الفرح وما سألتش عليه، بالتالي هذا لا يجوز لك بعد ذلك انك ايش تفسخ العقد بحجة انه مش كفؤ الها، او انه مش من او من عائلة وضيعة او غير ذلك، بالتالي يسقط حقك لتقصيرك في البحث. اما فيما يتعلق اذا اشترطت الكفاءة حين العقد، او اخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ، بمعنى اذا المرأة زوجته
باعتبار انه من العائله الفلانيه من اصحاب الحسب والنسب او من العائلات المالكه واصحاب النفوذ، ثم تبين انه غير ذلك. في الحالتين الاخيرتين هذول اذا تبين انه غير كفؤ فلكل من الزوجه والولي مراجعه القاضي لفسخ الزواج، لانه كان في غش وفي تدليس من البدايه، أوهم أنه من العائلة الفلانية طلع مش من هذه العائلة. طبعا سقوط الحق بطلب فسخ الزواج، إن الكفاءة قلنا زي ما احنا قلنا شرط للزوم في الزواج وليست شرط في صحته، فإذا تزوجت المرأة غير كفؤ كان العقد صحيحا، فإذا رضيت الزوجة ووليها بغير كفؤ يسقط حقهم في طلب الفسخ. طبعا احنا قلنا لزوم يعني يكون لأي واحد منهما الحق في فسخ الزواج. طب الاثنين الولي والمرأة قال لك انا بهمنيش انه ابن مين ولا ايش بيشتغل، انا بهمني انه يكون زوج محترم وصاحب خلق، بالتالي اسقط حقه في الحضانة، بدي اسقط حقه في الكفاءة، بالتالي لا يجوز له بعد ذلك ان يطلب فسخ النكاح لعدم الكفاءة طالما انه رضى بتزويج بنته من غير كفؤ. يشترط للحكم بالفسخ في هذه الحالة حسب نص المادة 23 من القانون العالى أن يقدم طلب الفسخ لعدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده، أن يقدم طلب الكفالة الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده، فإذا قدم الطلب بعد ظهور الحمل لا يفسخ الزواج ترجيحا لمصلحة الجنين والطفل بعد الولادة. طبعا الكلام هذا إن دل يدل إيش إنه هدف القانون دائما بيكون انه الحفاظ على استقرار الأسرة، بالتالي انه الابن او الولد الصغير هذا ينشأ في بيئة سليمة خالية من النزاعات والشقاقات، بالتالي بمجرد انه الام تحمل بيقولوا يا الولي بيقولوا يا البنت برضو نفسها لا يحق لك طلب فسخ الزواج بسبب الحمل او كونك ولدتي، بالتالي ترجيحا لمصلحة الجنين والطفل بعد الولاية بعد الولادة. طبعا بلاحظ على جميع المواد الموجودة في الكفاءة انه متاخذة من المذهب الحنفي طبعا اللي هو المنصوص عليه في المجلة العدلية. طبعا فالكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة او من الجانبين. الثانية لتقرير ان الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة، كون الكفاءة حق لكل من الولي المرأة والولي، الكفاءة حق لكل من المرأة والولي. والخامسة تحديد وقت سقوط حق الكفاءة عملا بمشهور مذهب الحنفية، وقت مراعاة الكفاءة هو عند العقد لا يضر زوالها بعده، وقلنا هي شرط قلنا هي شرط ابتداء وليست شرط للبقاء. طبعا هنا عندنا فيما يتعلق بالنصوص القانونية المتعلقة بالكفاءة أردت أن أسردها إليكم للتعود على الصيغة القانونية، واللي هي مثلا المادة 25 إيش بتقول؟ الأمور التي تعد فيها الكفاءة يشترط في لزوم النكاح أن يكون الرجل كفءا للمرأة في المال والحرفة. تكلمنا عليه المال وقلنا إيش المقصود في المال وإيش المقصود في الحرفة، واقترحت انه يتم تعديل هذا النص ليصبح العبرة في الكفاءة لعرف البلد. من ناحية انا من جانبي اقترحت انه يتم تبديل نص المادة لتصبح ايش اقتراح تعديل هذا النص ليصبح العبرة في الكفاءة لعرف البلد. طلوع الكفاءة طبعا اثناء عقد فاذا زالت بعده لا يضر من له حق الكفاءة. طبعا قلنا الكفاءة تعتبر من جانب الزوج، مين اللي يكون كفؤ للمرأة؟ الزوج، تعتبر كفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة، فيجوز أن تكون المرأة أدنى منه في هذه الشروط المذكورة في المادة. طبعا لأنه إيش زي ما قلنا بإمكان الزوج أن يتخلص من مرأته عن طريق الطلاق، لأن المرأة تعير بالرجل وهو لا يتعير بها. طبعا البنت لما تاخد انت اذا هذه زوجها فلان هذه زوجها ابن العائلة الفلانية، لكن الزوج لما ياخد واحد حتى لو كانت فقيرة ما بتعيرش فيه. عدم العلم بالكفاءة، طبعا قلنا اذا زوج الولي الكبير برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته
ثم تبين أنه غير كفؤ، فلا يبقى لأحد منهما الاعتراض. ليش؟ لأنهم قصروا في البحث، بالتالي هم لا يجوز لهم بعد ذلك أن يلجأ ويقول إنه بدنا نفسخ العقد لعدم الكفاءة. أما في حال إنه اشترطت الكفاءة حين العقد وأخبر الزوج إنه كفؤ ثم تبين غير ذلك، في هذه الحالة يحق للمرأة وليها فسخ النكاح. طبعا فيما يتعلق بالجهل، طبعا نفس المادة تقريبا، إذا زوج الولي بوليته كبيرة برضاها جاهلا قبل العقد كفاءة الزوج لها، ثم علم بعد ذلك أنه غير كفؤ، فليس له الخيار فسخ النكاح، لا ولا لها ما لم يكن اشتراط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفؤا. فإذا هو غير كفؤ فلها ولوليها الخيار في الصورتين اللي اتكلمنا عليهم. طبعا استواء الأولياء، رضا أحد الأولياء المتساوين في الدرجة يسقط حق اعتراض الآخرين، كذلك رضا الولي البعيد عن غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراضه. المادة 30 بتقول للقاضي فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده، ورضاء الولي صراحة ودلالة يسقط الحق في طلب يسقط حق الفسخ. بالتالي هذه المواد القانونية تناولناها هي التي تكلمت عن موضوع الكفاءة. بالتالي مراجعة المواد القانونية بتكون وسيلة سلسة لمراجعة المادة العلمية كاملة. وهيك بنكون تكلمنا عن الولاية، تكلمنا عن معناها، عن أقسامها، وعن نوع الولاية النفس، وفرقنا بين الولاية وبين الوصاية، وتكلمنا برضو هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد زواجها بنفسها، وتكلمنا عن موقف القانون من هذا من ذلك، تكلمنا برضو عن عضل الولي، وتكلمنا عن شروط الولي، تكلمنا عن ترتيب الأولياء، وتكلمنا برضو عن تحويل الولاية من في عقد الزواج، وتكلمنا إنه رضا بعض الأولياء يسقط حق الاعتراض الباقين، تكلمنا عن العضل، تكلمنا عن الوكالة، قلنا هي يقوم الشخص بمباشرة عقد الزواج بالنيابة عن من وكله من إحدى الخطبين، قلنا تجوز كسائر العقود، وقلنا الوكيل سفير لا يطالب بأنه يجلب المرأة الزوجة من بيتها، بمعنى أنه سفير فلا يطلب بنفقة ولا بأي حق من حقوق الزوجية بصفة وكيل إلا إذا ضمن ذلك. وتكلمنا عن الوكالة، قلنا في وكالة مطلقة وفي وكالة مقيدة، وتكلمنا عن الكفاءة، قلنا الكفاءة معناها ورأي الفقهاء، قلنا تعرف أنه في رأيين، في رأي قال الكفاءة ليست شرطا، رأي قال إنها شرط لزوم، وتكلمنا عن شرط اللزوم قلنا إنه إيش المقصود فيه. وبالتالي تكلمنا على الأمور التي تعد فيها الكفاءة، قلنا يشترط في لزوم النكاح أن يكون الرجل كفؤا للمرأة في المال والحرفة، وقلنا اقترحت إنه يتم تعديل هذا النص اللي يصبح العبرة في الكفاءة لعرف البلد، وصاحب الحق في الكفاءة قلنا اللي هي المرأة والولي، والكفاءة تكون من جانب الزوج طبعا، لأن المرأة تعير بالزوج ولا والزوج لا يعير بالمرأة. تعتبر كفاءة قلنا حين العقد، يبقى هي شرط الابتداء وليست شرط بقاء. عدم العلم بالكفاءة قلنا يسقط حق الولي إذا وكذلك الزوجة في طلب فسخ الزواج إذا قصرت في البحث عن زوجها، وكذلك أما إذا اشترطت عليه الكفاءة حين العقد وأخبر أنه كفؤ له ثم تبين أنه غير كفؤ، في هذه الحالة يصح لهم طلب فسخ الزواج أمام المحكمة. وقلنا في سقوط الحق بطلب فسخ الزواج لعدم الكفاءة للقاضي فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده، ورضاء الولي صراحة ودلالة يسقط حق الفسخ. عشان هيك بنقول شرط لزوم، يعني رضاء احدى الاولياء، رضاء احدى العاقدين فيه بالتالي يصبح صحيحا، وبالتالي طالما انه ما استعملش حقه في الفسخ واجازه فيش مانع، وبالتالي يكون الزواج صحيح. عشان هيك بنقول زواج لازم، يعني طبعا بدي واحد تقدم لوحده
من عائلة مثلا، الشخص هذا من عائلة بسيطة جدا، والبنت من عائلة من عائلة يقول عنها من الأشراف مثلا. في هذه الحالة إذا رضي الأولياء ورضيت البنت يكون الزواج صحيح، وبالتالي عشان هيك بنقول احنا الكفاءة هي شرط لزوم، بالتالي لا تعتبر شرط صحة أو شرط انعقاد، بالتالي يكون الزواج صحيح طالما إنها هي ما اعترضتش. طبعا قلنا عشان تعترض أو يسقط حق الاعتراض طبعا لازم الطالب في قبل الحمل أو الولادة، طبعا ما تكونش قصرت في البحث. أما في حال إنه اشترطت عليه أنه يكون كفؤا لها ثم تبين أنه غير كفؤ لها، في هذه الحالة يكون لها طلب فسخ العقد هي ووليها أمام القاضي. هيك نكون تكلمنا عن الولاية والوصاية والكفاءة والوكالة وفرقنا بينهم. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.